ساعه يا اخوي حالك ما مشيت مبدل المكان روح انا غربان بعلم يدور شلون غير محل نبدل ابوي نبدله الله الله بس علي قول مكان زين لا لا روح 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 بعد قدام اكيد على السمك هناك مثل ما توقعت بترول ما في اخر حل عندنا ما في الا التليفون اتصل على خبر السواحل وين التليفون كوني سامحني علي شاشة التليفون مخلص هاي طابعك مو بغريب عليك تنور إدارة خفر السواحل بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الخروج إلى البحر وذلك من أجل سلامتك أولاً التأكد من صلاحية القارب ثانياً حالة الطقس ثالثاً صلاحية الأنوار الملاحية رابعاً أن تكون سترة النجاة بعدد الركاب خامساً طفاية حريق سادساً محرك خارجي احتياطي سابعاً جهاز لاسلكي أو تليفون النقال ثامناً صندوق إسعاف تاسعاً توفر الوقود والماء الكافي عاشراً ولا تنسى البوصلة